ملف تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لابد وأن يشمل إيران، وهذا كان أحد المواضيع التي تحدث عنها جو بايدن خلال اجتماعاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى في خطابه، هذا الخطاب الذي تزامن تقريبا مع الإفراج عن أمريكيين كانوا محتجزين في إيران، وتلقى بعض الانتقادات حقيقة في الداخل الأمريكي. أعود لمساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر. سيد شينكر، استمعنا إلى تصريحات كثيرة بعد صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن. باعتقادك، هل هذا الاتفاق يمكن أن يقرأ في سياق مختلف يتعلق بأن مجموعة صفقات صغيرة قد تؤدي إلى صفقة كبيرة في نهاية المطاف، ربما الملف النووي الإيراني؟ أعتقد أن إدارة بايدن تحاول تحسين الظروف والمناخ ليكون هناك مفاوضات من نوع ما حول البرنامج النووي، ونحن نتحدث هنا عن مطالبة بتجميد التخصيب لليورانيوم، لكن إدارة بايدن لم تطبق كل العقوبات المفروضة على إيران، وأرى أن ما تفعله أمريكا يهدف إلى تحسين الأجواء مع إيران لتعبيد الطريق إلى مفاوضات، وأعتقد أن هذا قد ينقلب ويأتي بعكس ما تسعى به الإدارة الأمريكية، لأن الإفراج عن 5 سجناء وكذلك 6 مليارات دولار هذا أمر ليس بالصائب، فهو سينتهي في جيوب الحرس الثوري الإيراني، وهذا الحرس الثوري سيقدم للنظام أموالا أكثر لتمويل الوكلاء في الخارج مثل حزب الله والحشد الشعبي، وأموالا أكثر كذلك لتابعين لإيران. ولذلك لا أعتقد أن هذا بالقرار الصائب، لكن هذا هو هدف هذه الإدارة، ولا أعتقد أنه سينفع. باعتقادك، يدافع عادة إدارة بايدن دافعت عن هذا القرار بأن قالت إن هذه الأموال أصلا كانت لإيران وكانت محتجزة وإنها ستراقب كيفية إنفاقها، لكن لنتحدث عن الصورة الأكبر، العلاقة مع إيران. في اليوم التالي أو في نفس اليوم الذي أفرجت فيه واشنطن عن الأموال، فرضت عقوبات على إيران وعلى وكلاء لإيران. ألا ترى بأن هذا كافي ليثبت بأن إدارة بايدن كل ما أرادته هو الإفراج عن هؤلاء السجناء؟ هي أرادت أن تطلق إيران سراح الأمريكيين 5، لكن أن تعطي إيران 6 مليارات، فهذا يدل على أن سياسة إيران القائمة على احتجاز الرهائن أو دبلوماسية احتجاز الرهائن تنجح، وأن إيران ستفعل ذلك مرارا وتكرارا. وبطبيعة الحال يقال إن هذه الأموال ستحصر في الأغراض الإنسانية والغذائية والدوائية، لكن النظام الإيراني سيعمل على استخدامها
في مجالات مختلفة، ونعرف أن الحرس الثوري الإيراني يبسط سيطرته على الشركات التي تبيع المنتجات إلى الشعب الإيراني من أجل جلب الأرباح، ولذلك من الصعب جدا مراقبة تلك الأموال. وطبعا كان يصعب أن يترك الأمريكيون في السجن الإيراني، وكما قلت الهدف هو تحسين الأجواء، ولكنني شخصيا لا أحسب أن هذا سينفع. لن نعود إلى الاتفاق الإيراني لأن الكثير من البنود خرقت مسبقا، خصوصا مسألة الحظر على تطوير بعض الأسلحة وكذلك تطوير مبيعات معينة من الأسلحة والصواريخ الباليستية. والآن نقترب من تلك الشروط التي سينتهي فيها سريان الاتفاق النووي على إيران، وبالتالي ستخصب ما شاء لها من اليورانيوم. لذلك أعتقد أن ما حدث ليس بالضرورة مجدي. بالفعل، وهذا ما قالته الخارجية الأمريكية يوم أمس بأن الظروف غير ملائمة الآن على الأقل للعودة إلى الاتفاق النووي. بكل الأحوال، شكرا جزيلا لك مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، كنت معنا من واشنطن.